أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب عليه وحتى لا يكون هناك حوار بعد الحالة سياسيا بالمفهوم الحزبي بين قوسين الضيق. إذن بالنسبة لموضوع الحوار الذي هو يعني الشباب والمشاركة السياسية، حقيقة هذا الموضوع هو جديد وقديم، لأن عزوف سياسي لدى الشباب في الممارسة السياسية. والسؤال المطروح الآخر، هل واقعنا الحالي يعني لديه من الإمكانات ما يمكنه أن يستوعب يعني فئات شبابية أخرى التي كانت معارضة للعمل السياسي، باعتبار أن هناك مجموعة من الشهاب التي كانت موضوعة للعمل السياسي وهو نوع عمل المصلحة وهناك صراع مصالح وما إلى ذلك من هذه الأمور اللي كانت دائما يعني ملصقة بالعمل السياسي. إذا نحن هنا أظن بأن الهدف الذي يجب أن نخرج منه من هذه الندوة وهو أن نجعل يعني ولو على الأقل فئة شبابية أخرى تقتنع بأن العمل السياسي له دوره المهم في يعني الحياة اليومية للمجتمع بصفة عامة ولفئة الشباب بصفة خاصة، لأن هي التي يعني لها مستقبل في هذه الحياة. أما الذي عمره قد بلغ 60 فلا يعني فلا يمكن أن ينظر إلى المستقبل أكثر مما ينظر إليه الشباب. بالنسبة إلينا نحن في شركة العدالة والتنمية، في حقيقة الأمر إذا أردنا أن نضع تصورا لمنهج وتصور للشبيبة في العمل فهو مستند لمرجعية الحزب. لماذا؟ لأن الشبيبة هي تجلي شباب، تجلي تصور الشباب لحزب العدالة والتنمية، وتحاول أن تنزل الأفكار الشبابية لحزب العدالة والتنمية على أرض الواقع من خلال هذاك الجهاز، بدءا من التنظيمات التي يعني تشتغل بها سواء تنظيمات وطنية أو تنظيمات محلية، وهي قائمة منذ مدة تعقيد مؤتمراتها بشكل دوري ولقاءاتها وقانونها الأساسي ونظامها الأساسي، ولا أطيل في هذا الأمر لأن هذا أمر وشكل تنظيمي فقط. بالنسبة لأفكار شركة العدالة والتنمية ويعني النقاط التي وضعتها من أجل تحفيز الشباب خاصة مع الربيع الربيع العربي أو ربيع يعني صح التعبير المصطلح يجب أن يغير في تقديري ليصبح ربيع الشعوب، فكنقول بأنه يعني الشباب حاولت ما يمكن أنها تخرج مع هذه البرامج من استيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب اللي الآن الحمد لله يعني بكل اعتقاد بأن كاين هناك واحد التوافد كبير وإقبال كبير على شركة العدالة والتنمية على المستوى المحلي هنا في مدينة وجدة ولا على المستوى الوطني. وهذا الإقبال الكبير من الشباب من أهم التجليات ديالو وهو الطفرة النوعية بين قوسين الذي يعرفها المغرب الآن من خلال بروز يعني تيارات شبابية اللي كتنادي بالحرية وكتنادي بالديمقراطية وكتنادي بمجموعة ديال الأمور. ولهذا كاين هناك واحد النوع ديال تصنيع مجموعة البرامج من أجل استيعاب هذا الشباب لأنه يعرف على الأقل الحد الأدنى من المعلومات حول هذه الشبيبة. والحد الأدنى الذي يجب أن يعرفه الجميع حول شبيبة العدالة والتنمية هي على الأقل المرجعية ديالها التي تستفيد منها عملها، ولا هي المرجعية الإسلامية كما يعلم الجميع. والمرجعية الإسلامية بالنسبة إلينا يعني مرجعية مؤطرة للعمل، لا نقول بأنها يعني مرجعية جامدة معروفة مسطرة وما إلى ذلك، ولكن مؤطرة للعمل، أي جميع الأنشطة ديالنا وجميع الأفكار ديالنا وجميع التحركات ديالنا دائما ما تسند الى المرجعيه الاسلاميه، ولا يمكن ان نقوم بعمل في برامجنا وفي مخططاتنا مخالف للمرجعيه الاسلاميه، باعتبار اننا نؤمن بان الاسلام هو يعني منهاج الحياه وليس فقط الاسلام في المساجد. ولهذا نؤطر عملنا بهذه الامور، نؤطر عملنا بايات قرانيه واحاديث نبويه كثيره في هذا المجال الذي تحدث السبب على البذل والعطاء والعمل وما الى ذلك. النقطه الثانيه هي ان شركه العداله والتنميه حاولت أن تنظم مجموعة من الأنشطة التي يمكن اعتبارها أنشطة على مستويين، المستوى الأول هو المستوى الإشعاعي أي أنشطة خارجية. لعلمكم فشركة العدالة والتنمية تتوفر على يعني جميع جهات ديال المغرب فيها تمثيلية ديال كتابات جهوية شركة العدالة والتنمية وكتعقد ملتقيات جهوية، ومؤخرا كان هناك ملتقى في مدينة بكال، وأيضا عندها يعني تمثيلية على المستوى ديال 70 إقليم في المغرب أي 70 كتابة إقليمية في المغرب. فبالتالي شركة العدالة والتنمية تحاول أنها تغطي جميع التراب ديال المغرب. أيضا عند شركة العدالة والتنمية أكثر من 300 كتابة محلية أي أنها نزلت في الجامعات المحلية وأسست العمل المحلي على المستوى. إذا على هذا المستوى التنظيمي من هذه الناحية كنديروا مجموعة ديال الأنشطة هي نحاول بواسطتها أننا نؤطر الأعضاء ديالنا ما هو تكويني أي أنك تؤطر العضو حتى يكون مؤهل لي يعني فهم اولا مشروع ديال الشبيبه ومشروع ديال طريقه الحل، وايضا من اجل يعني ان يكون سياسيا يعني فاهما لواقعه المستوى المدى المستقبلي، بحكم ان الشباب في هذا المطر كما قال الاخ هما اللي غادي يقودوا المشعل في المستقبل داخل هذه الاحزاب يعني.
فهناك مشكلات كونية داخلية كثيرة جدا، يعني ما غاديش انا نطول فيها، بان كاين مجموعة ديال سواء كانت وطنية او كانت يعني على المستوى الجهوي او على المستوى المحلي، وهناك ايضا انشطة وطنية اللي كتنظم اشعاعية، كيكون عندها واحد النوع ديال يعني تجميع ديال الاعضاء ديال الشركة في مكان معين، ومنتقى وطني معروف تنظم كل سنة، تنظم يعني مئات ديال الشباب على مستوى المغرب، وايضا كيكون هناك واحد النقاش سياسي عميق ما بين هذه الفئه من الشباب. اذا يمكن تلخيص بان العمل ديال الشركه في هذا الاتجاهين اللي ذكرتهم. بالنسبه للنقطه الاخرى هي شركه ادب التنميه واعيه بان المرحله المقبله هي مرحله ديال مجمع ديال التحديات. علاش؟ لان الشاب يجب ان يكون دائما هو الذي يحمل الفكر بين قوسين التولي، اي اكثر من السقف السياسي بالنسبه له. بالنسبه للشاب يجب ان يكون اكثر من السقف السياسي بالنسبه للسياسي، لان السياسي في حزب معين ربما سيوضع مجموعه ديال الحسابات حسب بين قوسين بهذا المصطلح ديال الدارجه، ولكن بالنسبه للشاب يجب ان لا يضع امامه هذا، لان الشاب يجب ان يكون دائما هو الفئه القائده الطبيعيه التي تقود العمل، وليس ان يكون تابعا للمسؤول السياسي، لان المسؤول السياسي كما قلت لكم عنده حسابات سياسيه، بينما الشاب يجب ان لا يكون لديه هذا الحساب السياسي، بل يكون الذي اكثر جراه واكثر يعني حرقه في طرح هذه المواضيع حتى نتقدم بالبلاد بالامام، لان اذا وضعنا سقفنا السياسي في مستوى المسؤول السياسي الان فاكيد اننا لن نضيف شيئا في المستقبل، بينما اذا رفعنا سقفنا السياسي يعني كشباب فاكيد اننا لن نوصلوا حنايا واحد الوقت من الاوقات المسؤوليات السياسيه الحزبيه، فاكيد انه يعني غادي يكون عندنا واحد النوع ديال التقدم على مستوى الطرح السياسي للحزب. نقطة أخرى أريد أن أشير إليها وأن شعبة عدالة التنمية كما أنها تناضل في المجتمع من أجل يعني تمكين الشباب وتمثيلية الشباب وما إلى ذلك، الدفاع عن المصالح ديال الشباب وما إلى ذلك من الأنشطة اللي كتقوم بها ومن المعارك اللي كتقوم بها، فهناك أيضا يعني شق آخر وهو النضال الداخلي، أن حتى أن في الحزب ما كنبقاوش يعني نفكروا فقط بأنه الحزب كناضل داخل ديالو باش أن تكون تمثيلية ديال الشباب، كناضل داخل الحزب باش أن تعطى الشباب الفرصة باش أنه يكون حاضر في المؤسسات التقريرية، وهذا يعني ظهر جلي في المؤتمرات الأخيرة ديال الحزب، حوالي 14 مؤتمر جهوي في جميع أقاليم جهات المغرب، وحوالي أكثر من 70 مؤتمر إقليمي، وأكثر من 400 يعني مقبل، الحكي تندرج ولا تندرج ديال المؤتمر المحلي، فحنا كنحاول أن تمثيلية الشباب في الهيئة التقريرية ديال الحزب تكون حاضرة. وطبيعة الحال في القوانين ديال الحزب تطبيقا في القانون ديال الاحزاب ومجموعه ديال النصوص اللي نحن متوافقين عليها داخل الحزب، فحنا كاين تمثيليه ديال الشباب وكاين حضور ديال الشباب في الهيئات بالنسبه ديال 20% كحد ادنى، كاين بعض الفئات اللي كيكون فيها اكثر من 20% من الشباب، بعض الكتابات في الهيئات المجاليه اللي كلها شباب. ايضا في القضيه ديال التمثيليه خارج الحزب او التمثيليه في البرلمان ولا حتى في الجامعات، فالبرلمان هناك شباب عدد كبير من الشباب برلمانيين اللي هما ما طلعوش اللائحه الوطنيه، طلعوا كوكلاء لوائح وهم شباب منتمين لحزب العداله، وبالتالي فان هذه الفئه كنحاولوا دائما ان ندافعوا عليها وان ننزلوا لها، بالتالي دائما انا في التقدير ديالي بان الشركات الحزبيه خصها دائما تدافع على مصلحه الشباب، ما تدخلش في ذاك النمط العراق السياسي الضيق ما بين الاحزاب، لان اذا دخلنا حنا الان عراق سياسي ما يتداول ما بين الاحزاب ما نقدرش نخرجوا بنتيجه، بينما اذا كان هناك نقاش شبابي كيفيه سلوك تبعين دور الشباب كيفيه اقناع الشباب بالالتحاق بالعمل السياسي، لان بعض الاحصائيات اللي كتقول 1% ما عرفتش صحيحه ولا خطا ديال الشباب اللي يعني من خارج العمل السياسي، هذه يعني نسبه ضعيفه جدا اذا كانت فعلا صحيحه، فالمفروض ان 1% يعني ما خصهاش تكون، يعني خص تكون 51 ولا القادره ديال 100 وكنقولوا بان هذوك غادي نروحوا لهم باش انهم يكونوا هما اللي غادي يقودوا المياه وغادي يقودوا تحقيق الديمقراطيه اللي نشوف. فلان دار الحزب فلان دار الحزب فلان ما داش فاكيد غادي نلقاو سجالات وسينطبق علينا نفس القول السابق، يقول هذا جاو تكاعوا على بيناتهم ومشاو، حنا بغيناش نوصل لهذه النتيجه، بغينا نجيو نناقشوا كيفاش نفعلوا يعني الدور ديال الشباب، كيفاش الشباب ينخرط في العمل السياسي، كل بطبيعه الحال كيقدم الرؤيه ديالو كحزب، هو كحزب كيقدم يعني كشبكه عفوا كيقدم التصور ديالو للعمل الشبابي، وفي نفس الوقت الناس راه كتستمع وكتناقش وهكذا دواليك حتى ينخرط اكبر عدد ممكن من الشباب في العمل السياسي. وشكرا.